السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دعونا نبدأ هذا الفيديو بالصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ هذا الفيديو ببعض الاختراعات وابتكارات المذهلة التي أدهشتنا في حياتنا المستقبلية، يا لها من روعتها. نبدأ على بركة الله. إننا في حيرة من حمرنا. التكنولوجيا المتقدمة متطورة حديثا إنها تدهشنا بالفعل مع هذه الفقرة الجميلة والرائعة. تعمل عن طريق اللمس وتشبه الورق، ويمكن وضعها في جي أو وضعها في ملف المكتب أو وضعها طيها مع الحاسوب، وهي خفيفة الوزن. تستعمل في العديد من الأعمال. إنها ذكية حقا مذهلة ولها ألوان متعددة، وتشحن لها بطارية صغيرة تعيد روعة هذه الفقرة. الخبراء الكوريون لديهم أيضا ما يفعلون. أظهروا فريقا من هونداي موبيس أيضا كشف عن نقل رائع للعدة مفاهيم لسنة 2023 تي او سي غريبة، كما لو تباع مثل بي ام دبليو لا يفعلون ذلك. حديثا عن مواصفات فنية ذلك، ليس لدينا سوى رؤية العالم العامة لها بالتنقل. زوار المستقبل، شهادة العرض المفهومة لبيسون، مرحبا. دعونا نتحدث لفترة وجيزة حول كل واحد منهم. تصور هو مكوك مستقبل مع الكثير من الزجاج الذي يعرض كل أنواع مفيدة من المعلومات مثل التوقف، اتجاه وأكثر، كما أن لدينا واقع معزز، رادارات وكاميرات، رادار، محرك كهربائي، وعجلات التي تدور 90 درجة. التصور مرحبا وهو نفس مكون ولكن مع شكل أكثر برودة، وهو الآن مقعد أكبر، نوافذ مزدوجة بشأن العرض، يمكن مشاهدة أفلام والتسوق عبر الإنترنت دون مغادرة السيارة والبحث عن أبحاث على حاملك تنقل. ويقترح موقع الشركة وهو يفعل. تبدو رائعة لكن نجدها وهمية للغاية ومثيرة للاهتمام. BMW i3 GMD، هذه السيارة مفهوم من BMW. حسب الأخبار التي تتراها شيء مماثل في السوق في عالم 2025. هذا المفهوم ينتج لنا الحصول على فكرة عن اتجاه العالم الذي تتبعه BMW. مفهوم التالي الذي سيتم الكشف عنه بعد ذلك بقليل سوف يكون أقرب إلى نموذج إنتاج ممكن للسيارات. تبدو وكأنها عجينة بين السيارات والشاحنات الإلكترونية والسيارات. هذا التطور لشركة BMW مستقبلا النقل الرقمي لم يكتشفوا عنه مواصفات حتى الآن، لكنهم هم أحدثوا كثير حول ميزات الذكية، التعلم الذاتي، مساعدة رقمية للرجاع الأمامي، كما العرض إسقاط واقع معزز، خيارات والعجلات والقيادات مع لوحة الشمس، بالإضافة إلى تجربة تكنولوجيا الورق الإلكترونية. سوف تسمح للمالك بتغيير لون السيارة عن الطريق وتعديل ما يصل إلى 240 قطعة منفصلة، إلى جانب نجوم الفيديو الترويجي الأول منبهين في كل الأوقات حتى أنهم استخدموا دكة العواصف. هل بسمة أبحث هذه تحفظ الألماني من هندسة متطورة والمتقدمة في مجال السيارات في المستقبل. مشروع الطريق الآخر، هذا الأمر شحن سيارات كهربائية سويدية، خططت السلطات بما يقدر من 8 ملايين دولار لأقسام اختبارات. هذه ليست كذلك، هذا بكثير نظرا إلى أن خطط الاتحاد الأوروبية يوافق على إنتاج سيارات ذات محرك داخلي، محرك احتراق، بحلول عام 2035. ذلك اليوم سلطات عديد من البلدان نعمل بالفعل لجعل الناس أكثر سعادة بشراء سيارة كهربائية. هذه طريقة الشحن مثيرة الاهتمام بسبب تعدد استخدامات مناسبة. الطريقة القريبة، أي مركبة من السيارات تركب للحافلات والشاحنات، تعمل ببساطة بقطبان خاصة ويتم وضعها على الطريق، وهذه يتم وضع الأجهزة استقبال على السيارة، نظام متصل بالإنترنت لتحكم مدفوعات عبر الإنترنت وعلى ذلك، وهي في نفس الوقت يقوم بمراقبة حالية، يسجل طريق الحوادث مرور ويوفر معلومات مفيدة أخرى ويجعل الراكب أكثر أمانا وسلامة. أخ الدجاج، هذا أبسط قليلا ولكن ليس أقل من ذلك، منتج مفيد يمكن الحصول عليه مقابل 129 دولار أمريكي. هذا هو النظام تدفق حمام سباحة وساخن واحد يناسب حمام سباحة حتى 354 قدم مكعب، وترتفع درجة حرارته بمقدار 9 إلى 20 درجة فرنهايت اعتمادا على الطقس. يمكن بسهولة تثبيته عدة مرات واحدة إذا لزم الأمر لتحسين كفاءة. من المهم الآن سخان سي هي شموسة ترتفع لمدة أقل 6 ساعات في اليوم، ويتم وضعها في زوايا مثل حيث صعوبتها نهائية لتجميع. هي خريطة سهلة ويتم تضمين الوصلات والهيكل بأكمله. هي زينة حوالي 18 رطل.
بالتالي هو مفهوم من الحداء من مدينة طائرة شراعية مصمم من سنغافورة. فكرة هي هذه، قد أعاد الكثير من الناس زراعة عادتهم واعتادت أنظمة نمط تنقل والمشي الأكثر. في الكثير من الأحيان لا بد من السفر في المزدحمات قطار والحافلة، ذلك يحتاجون إلى أحذية التي مساعدتهم في المشي بشكل أسرع وأكثر بشكل مريح على الطريق، بالإضافة إلى القليل من تصاميم إبداعات ونظام الهواء. نحصل على أحذية تزيل من طول الخطوة مما يسمح لنا بالمشي بنسبة 10% أكثر من المعتاد قليلا. تخاطر قدم أو الألم شيء للأسف لم يحدث بعد وضعه، مما إذا كان هذا مفهوم سوف يذهب إلى إنتاج وإلى مدى بعيد إن شاء الله. لوحات شمسية مغطاة بطريقة سحرية حسب التوقيعات المحلية. 2026 طلب على الغاز الطبيعي فيه، وستريد أوروبا بنحو 60% من ذلك. من واضح أن العالم سيحتاج إلى شيء آخر من المواد. لهذا سبب طرح مهندسون ببدائل عن متوقع من ذلك. فعل فكرة باستخدام طرق عالية السرعة بطارية، فكرت هذه نمساوية فريق ألماني لتبسيط لتركيب نوع تثقيف مزدوج من خلايا الشمسية فوق الطريق. والحقيقة هي أن العديد من الدول الأوروبية تتكون من مناطق تكثيف البناء والأرض الباهظة تمن على بطارية على مدى طريق ليس عملية فحسب، بل أيضا حل اقتصادي في ألمانيا وحدها سوف تفعل ذلك. تكون قادرا على الحصول حوالي 47 لتر وات من الساعة من الطاقة إلى جانب سقف الشمسي، حماية ضد هطول الأمطار، سماح للسريع أو السير على الطريق يدوم افتراضات أطول. منتج مفيد ولكنه غريب جدا من اليابان، تشبه قناع الذرات بدار أو كمامة تساعد على التواصل مع الآخرين دون إجهاز الآخرين. فقال الاختبار تجعل الطابق من 20 إلى 30 ديسيبل أكثر هدوءا، مما يعني أن الشخص الذي يجلس بجانبك لن يسمع شيئا إذا كنت ترتدي هذه الأداة. ذلك يمكن التواصل عبر بلوتوث على نطاق واسع، مجموعة من الأجهزة من الهواتف الذكية، أجهزة الكمبيوتر، شحن واحدة تدوم لمدة 8 ساعات. تصل هناك أيضا إلى 3.5 ملليمتر جاك للسماعات المحادثات القصيرة. لك يمكن أن تحمل الأداة إلى فمك ويديك، والمحادثات الطويلة لك يمكن استخدام الأشرطة لتشتيتها في مكانها. سعر جاهز حوالي 150 دولار. مشتري الولايات المتحدة سيكونون قادرا على طلب ذلك في الوقت اللاحق من هذا العام. سامسونج فيليكس هايب بريد مثل جالاكسي زون فلور، ولكنها سامسونج أطلقت في فئة أكثر بذور جهاز تستمتع به التكنولوجيا الهجينة مارينا، يمكن طي وتحريفه في وقت واحد. شاشة حتى الآن لا شك أن أدوات جيدة تقتصر فقط على الخيال. مصممين وافق للفكر، فيليكس الهجين يسمح لك بأشياء الهاتف الذكي التي يمكن الآن تكتشف إلى حجم كمبيوتر محمول. ولكن حتى الآن سامسونج ليس كذلك محدد متى يمكن توقيع ذلك على سوق. واضح من المفاهيم والمعلومات من داخل أن 10 أو أن يمكن تحويل الشاشة نصف بوصة 4.3 إلى 12.4 بوصة بالنسبة للعرض، وارتفاع إلى 16 في 10. وهؤلاء هم كبار الخصائص يقولون سوف نرى في وحدة من كوريا أحدث الهواتف الذكية والعملات. إنه أمر مضحك، إنه في غضون 5 سنوات سوف هذه الأجهزة تبدو عقلانية عليها زمن أحد معلقين من مفارقات قال إن هذه التكنولوجيا عجيبة جدا ومدهشة بالفعل. تراسيك رابيد بون، هذا النظام يحمي من تسريب من الخزان برمي الحاوية الأخرى سواء الثابتة أو المتحركة إلى حد ما يشبه حوض سباحة قابل للنفط، ويمكن أن يكون للمستخدم في إنتاج النفط وتكريره في مناطق في حالات جودة تسريب حلقة البلاستيك. يعرف مع منع السائل من الوصول إلى الأرض أثناء هامش الأمان، يسمح لك بالوقوف المركبات على رأس النظام نطاق واسع. نطاق على سبيل المثال هناك 91 نسخة جالون تز 31 نقطة. عادة ما تكون مصنوعة من مادة PVC يجعل منها سهلة الصيانة. عندما تجمع ما بين التكنولوجيا وهي تتمدد وطويلة في الإمداد وتساعد من احتفاظ من تلوث البيئة، سيكون هذا الروبوت مفيدا في المستشفيات. سوف يخفف ممرضات بهذا لمساعدتهم في نقل المرضى وحملهم للتسجيل الطبية ومساعدة المريض في الغذاء وأشياء أخرى. تم تطوير نموذج في فرنسا مع نسختين في أمريكا أو في الصين وأوروبا، والقناة كانت مصممة مستوحاة من أفلام الرسوم المتحركة فيكتار، وجاءت ليس فقط من المظهر العام لكن أيضا قصة كاملة عن هذه المضحكة. المخلوقات طويلة يبدو داخلا مكونة
والغريبة أيضا على هذا الروبوتات فهم لهم الأولوية في الأمر، مثل وضع هذه العناصر في أماكنهم ويتحركون حوالي ساعة أو ساعتين مليئة في الساعات، وتعمل حتى ثامنة وتبقى في الشحن ساعات، حيث يتمكن الروبوت بالحركة ويتراوح سعره حوالي 7 جنيه سنتيم. استخدامه في المستشفى باريس في الوقت المبكر من عام 2024، المصنعين أتقنوا من المدارس والفنادق، وسوف ترعب دورة لرعاية المسنين أيضا في شراء هؤلاء لمساعدتهم في تسيير حياتهم. يمكن لعربة الأطفال النموذجية أن تزن بسهولة أكثر من 22 جنيهات، غير شامل للركب الصغار، ذلك بالنسبة لكثيرين من الأبناء حتى لمسافات قصيرة. السير على الأقدام يتحول إلى تجربة ذلك، يقدم فريق من كندا للأبناء هذه العربة الذكية التي من شأنها كنا رفيقا مثاليا للأكلة والعائلة، متنامية في الداخل. العربة الأطفال مليئة بالتكنولوجيا الرائعة، فرامل الانتظار متعلومها هو الحال في السير في نظام محرك مزدوج، يمكن التعامل أي تدارج شفاف بفرق طيران آلي لشركة المصنعة، ولكن فقط إذا لا يوجد طفل في العربة. هذه الكاميرات حساسات التحكم عن بعد، ملاحظة تلقائية للجهاز وحتى مواعيد الضوء البيضاء، يمكن الحصول عليها من أجل حوالي 3300 واط بعد مع بدء شحنها أبريل هذا. إنها جيدة وممتعة ولها بطارية تسير في الهضبات والمحادثات، تكنولوجيا ذكية. دائما نتقدم في تطور التكنولوجيا من الأمام. هذا المرأة الخاص بالدراجات عبارة عن عجلة يستخدم آليا وهو ذكي بالذكاء الاصطناعي، حيث يمكن التحكم به عن طريق الهاتف قفله وحله، ويمكن وضع فيه الدراجة أو الأغراض، لكنه منظر جميل له في الطريق. إلى هنا قد نكون قد انتهى الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس وعمل لايك ليصلكم كل ما هو جديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.